بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد ذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اهتم بتعليم النساء والفتيات، وكان النساء من اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فتح مجالات كثيرة للنساء أن هم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقومون بسؤاله صلى الله عليه وسلم فيجيبهن عن أمور دينهن، ويخصص كمان لهن أوقاتا خاصة يجلس إليهن فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم السنن ويعلمهم الحديث الشريف، يعلمهم الوحي، ويتلقين عنه صلى الله عليه وسلم تعليم الإسلام، ويفتيهن كذلك فيما عن عليهم في المسائل، بعض المسائل اللي بيستفتوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الاهتمام النبوي ده وهذا المنهج النبوي الكريم في العناية بالنساء في التعلم والتعليم، أعد ده جيل منهن جيل طلبة للحديث الشريف، يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. حتى قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تثني على أحوال نساء الأنصار، فتقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني كان بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في أدق المسائل، وفي المسائل اللي ممكن يعتبرها البعض إنها مسائل حساسة شوية خاصة، كانوا بيسألوا في كل شيء، لأنهم عارفين إنه ده هذا السؤال مترتب عليه إن هم يفهموا الأحكام الخاصة بالأحوال بتاعتهم، لأنه مترتب على هذا الأمر الدين. لذلك اهتمت النساء بهذا التلقي عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشأ ذلك الاهتمام النبوي الشريف بتعليم وتثقيف النساء جيل من طلبة العلم النبوي الطاهر. وكان من أوائل ومن أبرز
النساء في ذلك في التعلم والتعليم، نساء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المحدثات من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. طبعا ده بيخلينا نأكد على إنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقاه الصحابة الكرام رجالا ونساء، ومن هؤلاء وأبرز هؤلاء أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن بذلك فضل كبير جدا في تبليغ الدين ونشر السنة النبوية المطهرة بين الناس أجمعين. فكانت حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مدارس علمية يقصدها طلاب العلم، يجد السائل فيها عندهن الجواب الشافي للمسائل التي كانوا يأتون بها إلى أمهات المؤمنين ليقومون بسؤالهن، وتجيب أمهات المؤمنين عليهن، وخاصة كذلك في مسائل الفتية وغيرها ممن كانوا يقصدون أمهات المؤمنين لتلقي الحديث الشريف عنهن رضي الله تعالى عنهن، اللي تلقوه مباشرة من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة إنه تعددت هذه المدارس بتعدد زوجاته، لأن كل واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة في حد ذاتها في تلقي الحديث من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في تعليم الحديث تعليم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فكلهن سمعن منه صلى الله عليه وسلم، وكلهن شاهدن تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام المعيشية الخاصة والعبادية. يعني طبعا شافوا أحوال النبي في أحوال لم يرها إلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فهم راولن العديد من السنن المهمة جدا. ويعني طبعا هذه السنن بتتفاوت على قدر التفاوت الذي سيكون طبيعي بينهن في مسألة الحفظ والرواية للحديث ولأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، للسنة عموما القولية والفعلية والتقريرية. وإحنا هنذكر في هذا المقام يعني بعض القليل، بس من باب ضرب المثل رضي الله عنهن، وطبعا على رأسهن إذا تكلمنا عن راويات الحديث من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن هتكون أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أم المؤمنين العالمة الفقيهة المحدثة، أول ما هنأتي بسيرة الروايات التي حدثت بها أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تتصدر القائمة أمنا الفقيهة العالمة المحدثة السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فقد روت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحاديث، لها مرويات كثيرة جدا، وروى عنها سيدنا عمر بن الخطاب، وروى عنها كثير من الصحابة. لما نقول روى عنها يعني أخذ عنها العلم ورواه وبلغه هؤلاء سيدنا عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة والتابعين كذلك، عدد كبير جدا أخذوا منها هذا العلم الشريف. وقال أبو موسى الأشعري يعني كلمة خطيرة جدا في شأن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: ما أشكل علينا أو ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحاجة اللي تشكل علينا نقف فيها مسألة من مسائل العلم وعايزين فيها نبت المسألة الخلافية فيها، فبيقول ما فيش حاجة بتقف كانت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قط. فبيقول: فسألنا عائشة أم المؤمنين يعني إلا وجدنا عندها علما، هي تفك الإشكال ده وتأتي بما يفض هذا الخلاف فيما بينهم رضي الله عنها. فقد كانت يعني مرجعا عظيما لهم في العلم، تصحح حتى مش بس مرجع ياخدوا منها الروايات ويفهموا منها ما أشكل عليهم فيها، لا ده كمان كانت بتصحح ستنا عائشة الأخطاء اللي ممكن تسمعها
في فهم بعض الأحاديث أو غيرها وتستدرك عليهم في ذلك. وحتى يعني ألف الزركشي كتاب عن الأمور اللي استدركتها أمنا السيدة عائشة على أعلام الصحابة. يعني عايزين نقول إنه هذا المجتمع، شوف النبي عليه الصلاة والسلام رب جيل من مهم، هذا الجيل اللي خرج بهذه الرسالة للعالمين في إجادة في الحفظ وإجادة في الفهم وسعي إلى تصحيح بعضهم، يسمعوا البعض ويرجعوا مع بعض ويصححوا البعض ويستدركوا على بعض عشان يصل هذا العلم ويكون هذا العلم في أكمل كماله قدر طاقتهم البشرية. هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مثلا استدركت على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغ ستنا عائشة أنه يأمر النساء في الغسل، يعني أنهم ما يجي يغتسلن أمرهن بأن ينقضن رؤوسهن، اللي مضفرة يعني رأسها يقول لها لا عند الغسل فكي أو انقضي هذه الضفيرة. فقالت يا عجبا لابن عمر هذا الذي يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرنهن أن يحلقن رؤوسهن؟ رضي الله عنها، هي كانت خفيفة الظل وهي بتقول إنه بيأمرهم بنقض رؤوسهن مع الغسل. طب إذا كان الماء يصل إلى رأسها أو إلى منابت الشعر فلا داعي لأن تنقض يعني الضفائر. فهي تعجبت أنه يفتيهم بهذا الأمر فاستدركت عليه بما قالت في خفة دم ظاهرة رضي الله تعالى عنها. يعني ترى من علم أم المؤمنين السيدة عائشة يعني علم كتير جدا. ومما روت مثلا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله، أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وطهور النبي عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. كل حاجة النبي يبتديها باليمين، يلبس باليمين، حذاءه أو نعله يبتدي باليمين، في الطهور بيغسل بيتوضأ أو بيغتسل بيبدأ باليمين، يأكل باليمين. فكان ده في شأن النبي عليه الصلاة والسلام كله، أنه كان يحب التيمن يبدأ باليمين في كل شيء. وكان ده طبعا معروف ومعلوم أنه في الأمور الشريفة من ملبس ومأكل وسير وغيرها. وهذا الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم بسندهما المتصل إلى ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان مما روت لنا برضو أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها مما يوضح مشاركة المرأة للرجال في العبادات الجماعية في زمن النبوة الشريف، إنها روت رضي الله عنها بتقول كنا نساء المؤمنات نشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى حين يقضين الصلاة، بعد ما يخلصوا الصلاة في صلاة الجماعة وبعدين يتحركوا ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، من شدة ظلمة الليل محدش عارفهم وهم خارجين متلفعات يعني متسترات بالزي الشرعي، مغطيين رأسهم ومغطيين جسمهم، وهو كذلك من الأحاديث الصحيحة ومما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وهي بتحكي إن المرأة ما كانتش محرومة من إنها تشارك الرجال أداء صلاة الجماعة، فها هي حالها وها هو الوصف الذي وصفته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. واعتبرت السيدة عائشة لكثافة ما روت عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن 7 من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهي كذلك مع صفتها اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها بها من شدة ذكائها وفصاحة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومدى دقتها في تحمل الأحاديث، إنها بتنقل الأحاديث بمنتهى الدقة وبتاخدها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فانفردت بكتير
من الأحاديث التي لم يرويها غير أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وده كان طبيعي لمكانتها من أنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله العظيم فرغت لأن تقوم بهذه المهمة الكبيرة في رواية الحديث. ورضي الله عن أمنا الفقيهة المحدثة الراوية العالمة ستنا أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. كمان من أمهات المؤمنين ستنا أم سلمة رضي الله عنها، اللي بتعد من فقهاء أمهات المؤمنين، هي روت الكثير من الأحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت كثير جدا، فهي بتلي السيدة، هي بتيجي في المرتبة الثانية بعد أمنا السيدة عائشة في كم المرويات التي روتها يعني أمهات المؤمنين كمان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيروح لها كتير جدا من الصحابة، خصوصا بعد وفاة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هي ستنا أم سلمة بذلك تصدرت الرواية، رواية الأحاديث والفتية كذلك رضي الله تعالى عنها، وتميزت السيدة عائشة والسيدة أم سلمة وغيرهن من زوجات النبي رضي الله تعالى عليهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، تميزت الروايات بتاعة أمهات المؤمنين إنها روايات مميزة لأنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هم كمان شافوا أحوال للنبي لم يرها غير نساء النبي رضوان الله تعالى عليهن، وإن هم كمان أمهات المؤمنين لهذا العلم اللي حرصوا على تلقيه والاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم نساء الأمة جميعا، ومن ضمن نساء الأمة يعني بيت النبوة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عليهن، فهذا الاهتمام النبوي الكريم الذي أتبعه عناية النساء بتلقي الحديث وكذلك أمهات المؤمنين، فاهتم أمهات المؤمنين بصناعة مدرسة خطيرة في رواية الحديث، جيل بيسلم جيل بيسلم جيل، وهكذا أمهات المؤمنين بتعطي الصحابة وبتلقى الصحابة، كثير من الصحابة رووا الحديث عن أمهات المؤمنين وتلقوا عنهم العلم، وهكذا وبعد كده جت أجيال التابعين، وهكذا جيل بيسلم جيل عن طريق التلقي والتلمذة والتتابع الدقيق في نقل هذا العلم، وده أدى إلى أنه وجود مدرسة أمهات المؤمنين في رواية السنة أدى إلى نقل أمهات المؤمنين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها وتلقيها ونشرها للأمة كلها، فلولاهن لولا أمهات المؤمنين لفاتنا الكثير من السنن القيمة، فرضي الله تعالى عنهن وعلى نبينا الصلاة والسلام. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. سريعا كده ناخد أسئلة حضراتكم عشان الوقت. أستاذة سمر. ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ سمر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. دكتورة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عن الحسد، هو على طول أنا الحسد عامل لي أزمة حياة، اللي هو دايما خايفه من الحسد على طول في اي حاجه، يعني ممكن مثلا يحصل معايا ان انا مثلا افرح بحاجه قوي وفي الاخر بتبوظ معايا. تاني حاجه اللي هو الوسواس القهري، بقيت يعني بخاف منه خالص، يعني في النظافه في الاكل في الشرب في الامراض في كل حاجه، يعني جايلي يعني كابوس معايا. مش عارفه اعمل ايه يعني يا دكتوره، ربنا يكرم حضرتك. حاضر، شكرا يا استاذ سمر. معانا ست ام طارق. ست ام طارق. الو. هي ست ام طارق. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا اهلا. وحسين وحسين، وعايزه اسمع صوتك باي طريقه والله. ربنا يرضيكي يا ست الكل. ربنا يصلح حالك ويطمنا عليك، وسمعنا يسمع خير ويجي عليك كده، منور قلوبنا ومنور بيوتنا يا رب. يا رب اللهم امين. ما تحرمش منك ابدا 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 يا رب. خليكي لينا حبيبتي. امين اجمعين. ربنا يبارك في عمرك يا ست ام طارق. يا ايشي قلبي. تفضلي يا ست الكل، انا معاكي. بس انا عندي سؤالين. تفضلي. اول سؤال اذا بفضلك يا حبيبتي. انا دلوقتي بصلي يعني فروض من اللي عليا.
والحمد لله بصلي القيام واصلي الفجر حاضر والحمد لله رب العالمين. بس بقى ايه، عايزه اشوف انا صح كده ولا غلط، لان انا بصلي عايزه ايه يعني اصلي من بعد ساعه الفجر لحد الصبح، هل ده يتحسب لي عمره؟ وبعدين رحت جبت انا حاجه لازم يعني بس انا ببقى بصليها لازم يعني اديها الشطر. لا يعني انت بعد صلاه الفجر بتتنيكي تقري قران وتذكري وتصلي لغايه لما بيطلع الشروق. حضرتك بتقولي لازم اكون وانا بقرا يعني القران على وضوء، ده اللي حضرتك بتقولي. حاضر. يعني افضل لحد الصبح كده مثلا، مثلا اغير ملابسي وكده، ولا افضل مثلا انا بتوضا؟ يعني انت قصدك عشان تاخدي ثواب الحجه والعمره التامه اللي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام لازم اضل على طهاره الى وقت شروق الشمس؟ ده السؤال. حاضر. في سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، انا دلوقتي عملت مثلا طلعت صدقه على امي وعلى ابويا. تمام. ربنا يتقبل. بس طلعت كله ايه يعني ايه مثلا المبلغ كنت ناوي اعمل لده مثلا كل واحد حاجه لوحده. فكان معايا 4000 رحت مصدقه بيهم ايه للماء يعني. على التلفزيون كده جم قالوا رحت ايه بعتهم على فودافون كاش. بس ما اعرفش هل ده بقى صح ولا ايه. انك انت انك تخلي بالمبلغ وهب عنهم الاثنين. حاضر. ربنا يتقبل وجزاك الله خيرا. معانا استاذه اميره. ايوه مساء الخير. مساء الانوار، اهلا وسهلا. ازي حضرتك كده؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد انا بس كان عندي اسال سؤال حضرتك كده. اتفضلي. انا كنت متزوجه وتزوجت يعني وحصل جماع وبعد كده تم الطلاق بعدها بكام يوم. تمام. وبعدين حد اتقدم لي واهلي وافقوا عليه واتجوزت في خلال 4 اسابيع بالظبط. هو اديني عايشه مع جوزي ده مثلا بقالي 6 سنين خلفت طبعا منه. بس انا سؤالي دلوقتي، انا خلاص من رمضان عرفت ان حرام وان كان المفروض يبقى في عده وكل الحاجات دي غلط، وانا كده حاسه ان انا على معصيه او حاسه ان انا عايشه في الحرام. انت وقتها ما كنتيش عارفه ان في عده؟ في وقتها ما كنتش عارفه، لان يعني المنافسات بتاعت اللي حصل يعني الجماع كانت بالنسبه لي مش واضحه قوي، ما حصلش حاجه بس اتضح لا ان يعني يعتبر حصل. انت كان مكتوب كتابك؟ لا انا كنت متزوجه. مكتب كتابي وكل حاجه. يعني مكتوب، احنا عندنا في مصر بنفرق بين كتب الكتاب وبين الدخله. يعني كتب كتابي وحصل يعني بعدها بكام يوم حصل لقاء بينك وبين السابق ده، فانت اللقاء ده يعني اختلى بيكي وكان في لقاء كاد ان يصل الى التمام، وبعدين انت بعدها رحتي ده صح وصف. تمام. وبعدها حد تاني تقدم لي واهلي وافقوا عليه وحصل جواز وفرح ومقدمين كل حاجه من الحاجات دي. وخلص واتجوزت وبقالي. واللقاء ده ايه، كان في بيت الاهل يعني ولا في مكان العمل؟ ما كنتش عارفه. كنت في اختلاء تام يعني. بس ما كنتش عارفه، ما يعني ما كنتش عارفه خالص وقت ما حصل ده، ما كنتش عارفه لا قبلها وبعدها. خلاص يعني الموضوع انتهى بالنسبه لي وكل واحد فينا راح لحاله بعدها بكده. طبعا انا اتجوزت وفي رمضان لما اختمت القران وكده فعرفت ان لما قرات وكده وحفظت فعرفت ان لا لازم يبقى في عده حتى لو العلاقه ما كانتش كامله بالنسبه لي انا، على الاقل بالنسبه له هو كانت كامله. فانا خلاص كل واحد فينا يعني دلوقتي انا عايشه في حرام واعمل ايه في الحاله دي؟ نسال الله السلام. ماشي يا استاذه اميره، شكرا. معانا يا استاذه منار. ايوه اهلا بحضرتك. انا اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا والدتي متجوزه، كان والدي توفى بعد 8 سنين والدتي اتجوزت. تمام. اتجوزت حمايه راجل كبير يعني مريض وكده، فقلنا يتجوزوا تساعده تعمل له حاجه تسليه، ناس كبيره فقلنا كده. انا والدتي عندها 55 سنه وحمايه عنده 65 سنه. الراجل قبل ما يتجوزها، حمايه قبل ما يتجوزها كان كويس، معاملته كويسه معايا وعندي في البيت بيبقى كويس مع مامتي لما بيشوفها وكده. واكتشفنا بعد ما اتجوزها
انه بخيل جدا معاها، معاملته قاسيه قوي معاها، لما بيسافر مثلا بيخبيها من الناس، حتى لما جه عندي بيبات عندي مش عايز والدتي تيجي حتى تزورني. هو عنده ولاد برضو كلهم متجوزين، والدتي نفس القصه، اخواتي برضو متجوزين، بتبقى عايزه تشوف احفادها، لا عايزها في البيت وما تجيبناش. ليا اخت مطلقه وعندها 3 أطفال عايشه لوحدها في الشقه، برضو مش عايزه تكون مامتي مثلا هو جاي عندي لدكتور ابنه يوديه ويجيبه، ومش عايز والدتي تيجي مثلا ولا تروح تبات عند اختي يقول لها لا ما تروحيش. بس هو يعني بخيل، بس بيساعد ناس كتير وبيصلي ومع الناس بيبقى كويس. بيجي طيب ما حدش قاعد يتكلم معاه، ما اتكلمتوش، هي ما كلمتوش خالص يعني حتى لما طيب السؤال ايه يا منار؟ انا سؤالي، مامتي بتلومني ان انا جوزتها الجوازه دي، ان انا جوزي قال لي مامتك اولى ان هي تجوز بابايا عشان كبير في السن عشان خاطر يبقى. هو انت غصبتي عليها يعني؟ لا انا ما غصبتش، انا بصراحه مش انت على كل حاجه انا شفتها من الراجل هو كويس. بس احنا لقينا حاجات احنا ما نعرفهاش، ضغطتوا عليها، لفيتوا عليها بطريقه معينه، ضغطتوا عليها عشان هي تتجوزوا، عشان كده هي بتلومك كمان. انا قلت لا، انا قلت لها يا ماما انت تعبتي من الشغل وكفايه شغل، راجل كويس. انت كنت فاهمه انه هيعني ياخد باله منها لان هو دايما قبل ما يتجوز انا كنت اللي شايلاه في اكله وشربه وفي تنظيف في البيت، في اي حاجه في البيت كان انا اللي كنت بشيل. مراتات ولاد الثانيين لما اتجوز والدتك اللي بتشيل، والدتي بقى بتشيل كله، انا كنت الاول بشيل، وكان المفروض كلهم كانوا يساعدوا، اللي هم مراتات ولاده كانوا يساعدوا، بس ما حدش بيساعد، انا اللي كنت بشيل كل حاجه، حتى بنته ما كانش بتعمل اي حاجه. فقلنا نجوزه ماما بحيث يبقوا يساعدوا بعضيهم، مامتي تساعده، محتاجين يونسوا بعض، يعني ناس كبيره وتونس بعض. فدلوقتي ماما لما مثلا يحصل طيب السؤال بتاعك بقى منار، انت دلوقتي والدتك بتلومك، هي حاسه ان انت السبب في انك دفعتي بيها لهذه الزيجه، وانت حاسه بذنب بالظبط، عشان كان مترتب على ده مصلحه، انت هتبقي منتفعه بيها برضو ان هي تقوم بحماكي بالظبط. ان هي انا كنت فاكره ان هي ترتاح وكده، عشان هي شافت ايام وحشه السنين اللي فاتت بعد ما والدي توفى وقبل ما يتوفى. الا انت لو مخبيه حاجه وكنت عارفه انها تنضر فيها، تبقى انا عليا اسم في الحاله دي، او ان انا مثلا بخدم نفسي فاجيب امي هتتجوز حماية عشان بعد وفاه الوالد، عشان ان هي تخفف من عليا الشيله اللي انا شايلاها دي او الوضع اللي انا فيه. فانت ادرى ايه اللي كانت نيتك ساعتها، ونسال الله ان شاء الله، نسال الله السلامه. القاكم بعد هذا الفاصل ان شاء الله. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. سمر قلقانة من الحسد على طول، وهي يعني على طول مشغولة بالأمر ده، وبتعاني كمان سؤال هذا التاني من الوسواس القهري كأنه كابوس في حياتها. احنا أولا بالنسبة للحسد ما نشغلش نفسنا بأنه لا ده أنا هتحسد، لا ده ما بشغلش نفسي بالحدث، أنا باخد التحصينات وبسلم وبلتزم بالأمور اللي فيها أني مش كل حاجة مذاعة ومعلومة ومعروفة. التحصينات الشرعية والمعوذات واللي منها المعوذات وكثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أذكار الصباح أذكار المساء، كل دي التحصينات اللي المؤمن يعني بيلجأ بها إلى مولاه سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والحماية والرعاية. وهو مع ده يعني مش بقى بيقعد يفتخر على الناس ويظهر، لا، الإنسان يمشي بعقل وباتزان ويتحصن بهذه الأحصان ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للوسواس القهري ده محتاج متخصص في الدعم النفسي، لأن ده لازم، لأن في حالات ما بتبقاش طبيعية، حالات بتعدي الحد الطبيعي، فلا بد فيها من أهل التخصص في المجال النفسي. يا ست سمر، أم طارق هي بتصلي من اللي عليها، بتصلي القيام والفجر حاضر وبتصلي من اللي عليها بعد كده، وسؤالها التاني هل إنها لازم تكون على وضوء من بعد صلاة الفجر لحين شروق الشمس عشان تاخد ثواب
يعني إلى ثواب من أدى عمرة أو حجة، تم قضاء الفوائد في الوقت بعد الفجر. يعني الحقيقة أنه القضاء الفوائد دي بيكون قبل الفجر أو الانتظار بعد الشروق، والوقت بعد الفجر اللي حضرتك بتبتدي فيه بقى تذكري وتتعبدي إلى حين شروق الشمس، وبعده بتلت ساعة تبتدي تصلي ركعتين الضحى، يعني هو وقت لإيقاع العبادة فيه للحصول على الأجر والثواب. هل يشترط أن أنا طيلة المدة دي من بعد صلاة الفجر لغاية شروق الشمس ولغاية ما ابتدي أصلي الضحى بعد شروق الشمس بثلث ساعة أني أكون طول الوقت ده على طهارة؟ لا يشترط ذلك، ولكن يعني يستحب، عشان لو أنت حبيتي تصلي، حبيتي أنك أنت تذكري، حبيتي أن أنت تقري قرآن، يعني من باب الكمالات. يعني حضرتك بتقولي تبرعتي وتصدقتي على الوالد والوالدة. التبرع بالصدقة عن الوالدين المتوفين إن شاء الله الأجر واصل وحاصل بإذن الله تعالى، ما دام هذه المؤسسة بتعمل تحت مظلة الدولة، معروف ومعلوم أنا حاجتي دي بتروح فين وبتيجي منين. يعني مقصود بأنها تحت مظلة الدولة، أن الفلوس مش بروح أديها لأي حد، ومش كل إعلان في التلفزيون بيكون سليم، لكن تبقى مؤسسات ليها أرقام معلومة مشتهرة معروفة بتتبع يعني عليها نوع من الرقابة. والنقطة الثانية، وهبتي لهما فلهما إن شاء الله الثواب، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. والإنسان لما يتصدق يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما قدمه وما وهب هذا الثواب لوالديه أو لمن شاء. بالنسبة لمسألة أميرة اللي كانت متجوزة، يا مكتوب كتابها وبعدين كان في اختلاء بالزوج، يعني أنا الموضوع ده أنا مش هقدر أجزم فيه برأيي. الزواج بقى والطلاق بعد الخلوة وبعد كده يجي المأذون على طول، يعني ازاي تم العقد الرسمي على التاني بالمنظر ده وهي يعني في حاجة مش واضحة بالنسبة لي في الأمر. وفي نفس الوقت لابد، أنا شايفة السؤال ده محتاج نوع من التحقيق، لازم يبقى في حد نقعد نتكلم معاه في دار الإفتاء المصري عشان بت هذه المسألة. الموضوع يحتاج فعلا إلى تحقيق وتدقيق، وأنصح حضرتك بالذهاب إلى دار الإفتاء المصرية، يعني أو تروحي مع والدك أو والدتك أو حد تصطحبيه من أجل البت في هذه المسألة. لا أستطيع أن أبت في هذه المسألة يا أميرة. منار والدتها كانت متجوزة، يعني هي جوزتها من حماها بعد والدها ما توفاه الله، وبعدين بتقول هي كانت 55 سنة والحماها 65 سنة، وهي بتقول يعني أنا عاونت في انها تتجوزه، هو بعد كده اكتشف بقى بخله وقسوته ومش عايزه تشوف احوادها ولا تلتقي باحفادها ولا تلتقي بحد. يعني احنا دلوقتي في الامر، يعني بقينا في المشكله، فالامر دلوقتي محتاج لقدر كبير من الحكمه ومن الصبر، وكله قدر وطبعا ونصيب. انا مش عايزه بس انت عندك خلاص نوع من اللوم، انا مش عايزاكي بقى تحملي خلاص نفسك فوق ما تطيقين، وعايزه الام تختار مصيرها الان. يعني ما هو مش الجوازه وبعدين يرغمها لانها ما تشوفش اولادها وما تشوفش احفادها وما تشوفش حد ويبخل عليها وقاسي عليها وهتترك. هي تتحل المشكله باي صوره من الصور، او نبحث لها عن مخرج بدل من ان والدتك بتلقي عليك اللوم وانت كمان قاعده زعلانه من نفسك. فنحاول ان احنا ناخد بايديها مع اخواتك نوصل لحل في هذه المشكله، انه يديها حقوقها في ترى احفادها وتراكم وتشوفكم، وان يكون لها مصروفها الخاص بها اللي هي تتعايش منه، حبت تجيب حاجه تعمل حاجه، انها تاخد حقوقها للشرع الشريف يعني حض عليها. اما وان هي حاسه بضيق او بعدم ارتياح لاكمال هذه الزيجه فلها ان تختار مصيرها يا منار. نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم،
وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب